العراق يواجه طريقا مسدودا في تكليف شخصية بمهمة تشكيل الحكومة. وزارة الدفاع التركية تقول إنها حيضت عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمالية سوريا. سياسة ترامب في الشرق الأوسط ودعمه للإمارات والسعودية حاضرة في المناظرة التلفزيونية بين بايدن وسانترز. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى النشرة المركزية من i24 نيوز. أعلن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فشل مباحثات القوى الشيعية في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة قبيل انتهاء المهلة الدستورية لتكليف أحدهم. من جهته أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أنه لن يتدخل في مهمة اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية، ولا تزال مهمة تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة مستعصية بعد فشل محمد توفيق علاوي. فشلنا في مباحثات اختيار رئيسنا للحكومة في العراق، مأزق سياسي تتوسع دائرته تدريجيا مع توسع دائرة أزمات أمنية وصحية في البلاد. ذلك أزمة أمنية كبيرة تتسبب بها إيران وميليشيات إيران في العراق، واليوم هنالك أزمة صحية كبيرة متمثلة بفيروس كورونا الذي يواجه العراق في 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 عدم وجود حكومة وفراغ كبير يشهده العراق اليوم. مشهد توسطه تفكك للجنة السباعية المكونة من قوى شيعية، ما جعل الرئيس برهم صالح يمهل الكتل السياسية مرة أخرى ساعات إضافية لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة. إعادة الحوار السياسي بين القوى الشيعية هي الإجراءات التي لجأت إليها بعض الكتل السياسية بعيدا عن حراك السباعية لإنهاء الأزمات المتتالية في ظل اقتراب المهلة القانونية المقررة لتكليف صالح رئيسا للوزراء، فيما اكتفت بعض الكتل الأخرى بالوقوف جانبا رافضة الإسهام في معادلة تلكؤ غير عادلة للعراق والعراقيين حسب وصفهم. سبب هذه المشاكل التي ولدت هذه الأزمة هي تمسك الطبقة السياسية الحاكمة في العراق اليوم بعدم خروج أي مرشح من خارج هذه الطبقة. إذن هنالك إصرار سياسي يخص الطبقة السياسية بأن يكون المرشح أو المكلف للحكومة الانتقالية هو من داخل هذه الطبقة. اختيار شخصية لرئاسة الحكومة لا تزال العقبة أمام الخروج من الانسداد السياسي، فيما يرى مراقبون عقبة أكبر وهي صعوبة تشكيل الحكومة بسبب المناكفات السياسية. نبقى في العراق حيث أصيب 6 أشخاص إثر انفجار ببلدة تركمانية في محافظة صلاح الدين شمالية البلاد. وقال مسؤول أمني إن الانفجار نتج عن دراجة مفخخة انفجرت في سوق البلدة، وفرضت على إثرها قوات الأمن أو فرضت قوات الأمن على إثر ذلك طوقا حول المكان، ورجح وقوف مسلحي تنظيم داعش وراء العملية. وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، ومع ذلك لا تزال تنشط خلايا تابعة لتنظيم الدولة. أكد رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني على حق شعب كردستان العراق في مطالبة الدولة العراقية بتعويض المتضررين من الأنفال والقصف الكيميائي الذي شنه صدام حسين أواخر الثمانينات، مشددا على ضرورة ألا تستمر الحكومة العراقية في إهمال هذا الأمر. المزيد حول هذا الموضوع وذكرى مجزرة حلبجة في التقرير التالي. حلبجة المدينة العراقية التي لاحقت العديد من سياسيي نظام الرئيس الراحل صدام حسين. يمر اليوم ذكرى 32 عاما على قصف المدينة بالسلاح الكيماوي، وبهذه الذكرى طلب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالتعويضات. من حق شعب كردستان أن يطالب بالتعويض من الدولة العراقية، ومن الضروري ألا تستمر الحكومة العراقية في إهمال هذا الأمر وأن تقوم بتعويض المتضررين من القصف الكيماوي. أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي دعا إلى ملاحقة ما وصفهم بمرتكبي المجازر الجماعية في العراق قبل العام 2003 وما بعد،
وفي وقت سابق من العام 2005 كانت المحكمة الهولندية قد حكمت أن صدام حسين ارتكب جريمة إبادة جماعية ضد سكان حلبجة بحسب وصفها. فالهجوم الكيماوي من قبل الجيش العراقي على المدينة التي كانت ترزح تحت قبضة الجيش الإيراني في فترة الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 دفعت بالجيش العراقي ليصطدم بالجيش الإيراني في سبيل إخراجه من المدينة، إلى أن الجيش العراقي ومع تقدمه نحو المدينة قصفها بالغاز الكيماوي، ما أدى لسقوط آلاف القتلى من الأكراد العراقيين، وهو ما نفاه نظام صدام في حينها. أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 11 عنصرا من تنظيم YPK-PKK أي المسلحين الأكراد أثناء محاولتهم القيام بأعمال مشبوهة بحسب وصف وزارة الدفاع التركية شمالية سوريا. وأكدت الدفاع التركية أنها ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستمرار الأمن والاستقرار في المنطقة. يتزامن هذا مع بدء العمل أمس على تسيير دوريات المشتركة الروسية التركية على طريق M4 شمال غربي سوريا. الحرب السورية دخلت عامها العاشر، وثلاثة ملايين نازح في إدلب باتوا محاصرين في بقعة صغيرة، ولا يظهر بصيص نور في نفق ما زال مظلما. إدلب المنطقة التي تجمع السوريين من كافة المحافظات تنتظر اليوم مصيرها بين تقدم للجيش السوري واتفاقات تركية روسية، فيما يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر. كل ما نزلت قذيفة أو صاروخ هون في إدلب مدينة قبل ما نطلع من سراغب، بعد ما طلع من سراغب يعني خوف شديد. أطفال لا يمكنهم اللعب في الشارع، لا يمكن أن يعرفوا معنى الحياة السعادة، شبه معدومة بالنسبة للأطفال. يأتي ذلك بالوقت الذي اتهمت فيه الخارجية الروسية المسلحين بإعادة التسلح والبدء بشن هجمات على مواقع الجيش السوري، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 70 آلية عسكرية تركية للأراضي السورية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، على الرغم من الهدنة الموقعة بين موسكو وأنقرة. كما ورصد دخول رتل تركي مؤلف من 15 آلية إلى قرية الأربعين بريف رأس العين تحمل معدات وتعزيزات لوجستية، بالوقت الذي قصفت المدفعية التركية قرية طويلة الوجاع في ناحية تلتمر، ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات. على الجهة الأخرى هز انفجار مدينة الشداد بريف الحسكة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى. كما انفجرت عبوة بالقرب من حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقية، ما اعتبره البعض ردا على مقتل 4 جنود أتراك قبل عدة أيام في ريف رأس العين شمال غرب الحسكة. يواصل طالبو اللجوء الانتظار على حدود تركيا اليونانية على أمل الوصول إلى دول أوروبا الغربية ليوم 18 على التوالي، ويترقب اللاجئون نتائج القمة المزمعة التي سوف تجمع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا. ويصل عدد طالبي اللجوء المنتظرين على المعبر الحدودي قرابة 10,000 يقيمون في خيام بدائية. قتل 6 جنود نيجيريين في كمين أصابته جماعة بوكو حرام واستهدف قافلة عسكرية بشمال شرقي البلاد قرب الحدود مع الكاميرون، وفق ما قالت مصادر أمنية هناك. وأوضح مصدر عسكري أن القافلة كانت متجهة إلى مدينة بانكي عندما هاجم المسلحون الجنود بأسلحة ثقيلة وقاذفات صواريخ، وأدى نزاع بين القوات المسلحة النيجيرية وبوكو حرام إلى سقوط قرابة 36,000 قتيل منذ العام 2009 وتسبب في نزوح مليوني إنسان. انتقد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بيرني ساندرز دعم إدارة بلاده لما وصفه باستبداد الإمارات والسعودية ناعتا إدارتيهما بالديكتاتورية. جاء ذلك خلال مشاركته ونظيره الديمقراطي جو بايدن في مناظرة تلفزيونية كانت شبه خالية من الجمهور بسبب فيروس كورونا المستجد. ماذا قيل أيضا خلال المناظرة؟ نتعرف في التقرير.
استبداد الإمارات والسعودية عنوان تصدر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. في المناظرة التلفزيونية بين المرشحين السيناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رد صارم ضد ما وصف بالحراك الديكتاتوري لحلفاء الولايات المتحدة. هي وعود ساندرز مؤكدا تنفيذها في حال انتخابه رئيسا، خلافنا لسياسة الرئيس دونالد ترامب الخارجية والمناقضة للديمقراطية وحقوق الإنسان حسب وصفه. فهزيمة ترامب هو الهدف المشترك بين ساندرز ومنافسه بايدن. هذا أكبر بكثير من قضية إذا كنت أنا المرشح أم إذا كان بيرني هو المرشح للرئاسة. يجب علينا هزيمة دونالد ترامب. 4 سنوات أخرى من وجود دونالد ترامب في الرئاسة سيغير من طبيعة هذه الأمة، لذا علينا استعادة روح البلاد. انتقادات أخرى وجهت نحو ترامب خلال المناظرة، إعلان للحرب على فيروس كورونا من جهة، ووعود برعاية صحية مجانية من جهة أخرى. والمتفق عليه هو ضرورة تنفيذ المزيد من الإجراءات التي أعلنت عنها الإدارة الحالية لمواجهة الوباء العالمي. قضية جعلت من تدابير الانتخابات التمهيدية أكثر تعقيداً بعد إلغاء المرشحين تجمعات انتخابية وإرجاء للانتخابات في ولايتين. ورغم اتفاق المرشحين على ذات الهدف، لا تزال المنافسة مستمرة بقضايا سياسية واجتماعية. فيما يقترب يوم الثلاثاء، اليوم المرتقب لانتخابات حاسمة في 4 ولايات إضافية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من واشنطن توم حرب، وهو مدير تحالف الشرق أوسطي الأمريكي لدعم ترامب. سيد توم، يعني هذه المناظرة بدت مختلفة عن غيرها من المناظرات، يعني هي لم تكن منافسة بين بايدن وساندرز بقدر ما هي منافسة وتحدي من قبل الرجلين صوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهموه بالفشل الذريع إزاء كورونا والتعامل مع قضايا الشرق الأوسط ودعم يعني أنظمة يتهمونها بالديكتاتورية. طبعا بالمناظرة التلفزيونية كان هنالك تحدي بين المرشحين، ولكن طبعا صوبوا أنظارهم ضد الرئيس ترامب. ولكن في الواقع عندما أتى الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة، الجيش الأمريكي كان لحد ما مفتفت بالعتاد والأسلحة، وكذلك اليوم يتبين وعاد الرئيس الأمريكي ودعم الجيش بمعدات عديدة وميزانية مهمة. وكذلك الأمر نعم نتفاجأ بأن المعاهد الطبية التابعة للدولة كذلك هي بتفكفك، ولأين ونظرنا أنه لم يوجد هنالك استعداد لحالات طوارئ مثل ما عرفناها من الكورونا فيروس. فيقوم اليوم الرئيس الأمريكي بتأهب واستعداد لمواجهة هذا الفيروس الذي أتى وانطلق من الصين وضرب أوروبا واليوم يضرب الولايات المتحدة. أما في نهاية المطاف يتهمون الرئيس بأنه يتحالف مع دول ديكتاتورية في الشرق الأوسط مثل السعودية ودول الخليج، وهذا خاصة من السناتور ساندرز الذي هو يدعم كاسترو ويدعم فنزويلا. ولكن نحن نعرف جميع الأنظمة في العالم العربي والإسلامي هي أما ملكية أما ديكتاتورية، فخيار الديمقراطية قليل جدا في ذلك البقعة من العالم. وطبعا بين الشرين تأخذ الأهين شرا والتي تتجاوب معك مصالحه. السعودية لم تهدد أمن إيران، لم تهدد أمن إسرائيل، لم تهدد أمن المنطقة، بينما إيران تهدد أمن هؤلاء الدول، وهي عندها قوة
نفطية هائلة يجب أن نتعامل معها ونتابع التعامل منذ بدأنا منذ الثلاثينات في الولايات المتحدة. طيب سيد توم، يعني من خلال نتائج الانتخابات الديمقراطية في الولايات المختلفة يبدو واضحا بأن بايدن يتقدم على ساندرز، بالمقابل أنصار ترامب والحزب الجمهوري كيف ينظرون إلى هذا الأمر، بالأخص عندما يوصف أحدهما أي جو بايدن بأنه أكثر اعتدالا من ساندرز الذي يوصف بأنه يساري واشتراكي ويدعم كاسترو كما تفضلت قبل قليل؟ طبعا، ولكن ساندرز عنده قاعدة شعبية قوية وهي تخوف، لأنه إذا تحولت الولايات المتحدة من نظام رأسمالي إلى نظام اشتراكي فهذا كارثة ليست للولايات المتحدة وإنما للعالم، ونحن نعرف بأن الجيل الطالع اليوم يهمه ربما الاشتراكية، وهذا ما تخوف منه ليس الجمهوريين، تخوف منه الحزب الديمقراطي على نجاح ساندرز، فحاولوا أن يبعدوه بقدر ما استطاع ويحسن أوضاع بايدن، ولكن بايدن هو رجل مسن في العمر حوالي 76-77 سنة، ليس له صياغ جيد، ليس له صواب بنظرياته، نلاقيه في هذه الفترة يغير حديثه عندما يتداول بالحديث، فهنالك مشكلة عند الحزب الجمهوري الديمقراطي والوسطي. اليوم سننتقل على الوسطيين، لمن سيصوتون؟ سيصوتون للحزب الجمهوري بقيادة ترامب، أما للديمقراطي لشخصية له في مجلس الشيوخ أكثر من 40 سنة لبايدن ولم يعطي أي نتائج إيجابية. وهنا في نهاية المطاف القرار للشعب الأمريكي في تشرين القادم، وحسب ما أعلم بأن الدفة تميل إلى السيد ترامب لينتخب مرة ثانية. طيب الآن يعني كلاهما وعدا بإصلاحات وإجراء الكثير من التعديلات على السياسات الأمريكية بما يشمل ما توصف بالحرب الاقتصادية التي شنها ترامب على الصين وعدد من الدول التي كانت أيضا تعتبر دول حليفة للولايات المتحدة وحلفاء تقليديين مثل أوروبا، يعني ألا يجد الناخب الأمريكي في هذا الأمر وجهة نظر وتدفعه ربما للتوجه للجانب الآخر عوضا عن إعادة انتخاب ترامب؟ لا، لأن الناخب الأمريكي يفضل سياسة اقتصادية قوية لمصلحة أمريكا وليس لمصلحة الصين وليس لمصلحة أوروبا، والرئيس الأمريكي ترامب يقول أنا أحاول بتعادل ميزان تجاري بينه وبين الصين وليس عداء مع الصين أما حلفائنا الأوروبيين، ولكن الحزب الديمقراطي اليوم ذهب إلى اليسار أقصى اليسار عندما دول عديدة كإسرائيل وأوروبا يأتون إلى اليمين، فمن هذه الناحية أنا أتصور بأن سياسة ترامب هي الأكثر نجاحا للحزب الجمهوري والوسطيين وقسم من الحزب الديمقراطي. نعم، وصلت الفكرة. توم حرب مدير التحالف الشرق أوسطي الأمريكي لدعم ترامب كنت معي عبر خدمة سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك وإلى أخبار الاقتصاد. خلف فيروس كورونا المستجد تداعيات جمع على الاقتصاد الصيني والعالمي عموما من تدهور لأسعار النفط الخام وأسعار العملات والأسهم، المزيد في التقرير التالي. آثار فيروس كورونا ظهرت جليا على الاقتصاد العالمي، فالصين التي يعاني اقتصادها بسبب المرض كشفت عن نتائج اقتصادية اعتبرتها كارثية حيث تقلص الانتاج الصناعي. وفي اليابان أنشأت الحكومة برامج قروض جديدة للمساعدة في تمويل الشركات الصغيرة المتضررة من الأزمة الصحية وزيادة شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات للعمل على مكافحة التداعيات الاقتصادية للفيروس والآخذة في الاتساع. قد نرى ركود النمو العالمي لبعض الوقت، لكن في الوقت الحالي أعتقد أنه يمكننا في نهاية المطاف احتواء انتشار الفيروس، لأن الحكومات في كل دولة تتخذ خطوات، بمجرد احتوائه نتوقع أن يرتفع الطلب وتأثيرات أخرى من التدابير الاقتصادية القادمة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية سجل الدولار انخفاضاً أمام مجموعة من العملات العالمية متأثراً بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في محاولة لردع الأثر السلبي لانتشار كورونا على الاقتصاد الأمريكي. وعلى صعيد النفط هبطت الأسعار مجدداً بنسبة 25%، وهو أكبر تراجع أسبوعياً لأسعار النفط العالمية منذ عام 2008. وكأول تحرك دولي جامع تعقد مجموعة دول السبع برئاسة الولايات المتحدة مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية لمناقشة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وسبل الخروج من تأثيراته السلبية. إلى ذلك تراجع سعر خام برنت المرجعي أكثر من 10% ليبلغ أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير في العرض مقابل تباطؤ للطلب مع تفشي وباء كوفيد-19. وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم أيار مايو إلى 30 دولارا و20 سنتا للبرميل، أي بنسبة تفوق 10% مقارنة مع سعر الإغلاق الجمعة وهو أقل مستوى منذ شباط فبراير 2016. أما في نيويورك فانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان أبريل بنسبة تصل إلى 8%، وذلك لينخفض السعر إلى 29.18 سنتا، ولا يزال مع ذلك أعلى من المستوى الذي بلغه الاثنين الماضي. قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلي تيري بريتون إن الاتحاد الأوروبي يتوقع في العام 2020 ركودا لم يحدد حجمه، ولكنه توقع أن يبلغ التأثير العالمي لأزمة فيروس كورونا المستجد على نمو الأوروبي من 2 إلى 2.5%. واعتبر المفوض الأوروبي أن الدول الأوروبية يمكنها بالطبع أن تحرر نفسها مؤقتا من الالتزام بقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي للتعامل مع الأزمة، بما في ذلك التفكير في أدوات تجميع وتشارك ديون الدول الأوروبية. وينضم إلي من باريس عبر خدمة سكايب دكتور كاميل ساري، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون. دكتور كاميل، المواطن العادي والمستهلك البسيط لا يعرف ماذا يعني تعليق البورصات، انهيار الأسهم المختلفة، وأيضا انخفاض أسعار النفط الخام والوقود وما إلى ذلك نتيجة فيروس كورونا المستجد. هذا كله ماذا يعني وما هي تداعياته على المستهلك العادي؟ نعم، أهلا وسهلا. يجب أن نعلم أن هناك يعني طريقتين لتمويل الشركات المتوسطة والكبرى، إما القروض، وهذا ما كان يهيمن يعني بعد الحرب العالمية الثانية حتى ربما السبعينات والثمانينات، هذا يعني ما يسمى بالدور الوسيطي للبنوك، يعني تقترض من الزبناء من العائلات ومن المستأجرين وتقرض بنسبة فائدة عالية إلى الشركات. ولكن هناك حل آخر لتمويل الشركات وهو البورصات. البورصات أي أن لما أنا أشتري يعني أسهم من في البورصات فإني أشتري قسط من الشركة ولو هو ضئيل، يعني حتى لو دفعت 100 يورو أو دولار فهذا معنى أنني أمتلك يعني 0.00 إلى آخره 1%. ولكن الآن يعني في الولايات المتحدة هناك يعني تطور كبير لما يسمى بسوق الأوبن ماركت، وهو أن الأمريكيين يعني يلجؤون إلى وول ستريت لشراء وبيع الأسهم، ولكن عبر شركات أو عبر البنوك. ويجب أن نعلم أن عديد من الأمريكيين ليس عندهم صندوق تقاعد يعني خاص أو يعني تحت إشراف الدولة، ولكن عندهم صندوق التقاعد سواء للشركة أو لمجموعة أو إلى آخره. وهذه الشركات الكبرى، شركات يعني صناديق التقاعد، هي تأخذ من شخص عنده 20 سنة 100,000 دولار، ولكن هي لن ترجع له هذا القدر، سترجع له في لما يكون عنده 60 سنة، وهذا معنى أن طيلة عمره
فإلى ولكن المشكل الحقيقي لما ترتفع البورصات يعني هناك ارتفاع لربحية في أوروبا الشيء مغير، ولكن يعني الأشخاص لا يلجؤون إلى البورصات، ولكن هناك مواد أخرى ولما تنهار البورصات فيكون هناك كارثة. وصلت الفكرة دكتور كميل ساري أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، كنت معي من باريس عبر خدمة سكايب، والأخبار الرياضة. ستكون بطولة كأس أوروبا 2020 العنوان الرئيس للاجتماع الطارئ الذي يعقده الاتحاد القاري لكرة القدم ويفا غدا لتقرير مصيرها ومصير مسابقتي الأندية أي دوري الأبطال ويوروبا ليج بعد تعليق منافسة اللعبة قاريا بسبب فيروس كورونا المستجد. وبحلول مساء الجمعة الماضية باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز معلقة حتى مطلع نيسان أبريل على الأقل بعد القيود الكبيرة التي فرضها تفشي فيروس كوفيد 19. أعلن فريق مكلارين F1 أو فورميلا 1 أن العامل الذي أصيب بفيروس كورونا وتسبب بانسحاب الفريق من جائزة أستراليا الكبرى للفورميلا 1 قبل إلغائها بشكل كامل أعلنت أنه يتعافى بشكل جيد واختفت العوارض التي ظهرت عليه ووضع 14 شخصا ممن كانوا على احتكاك بالشخص المصاب في الحجر الصحي لمدة أسبوعين. وكان من المقرر أن ينطلق موسم 2020 لبطولة الفئة الأولى من أستراليا الأسبوع الماضي لكن السباق ألغي قبل الموعد المقرر. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية من I24 News. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.